ما المقصود بكلمة قلا؟ والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلا؟ قلا معناها في اللغة العربية هو البغض والكره بشدة، فأقول قليت فلان، أي كرهته وأبغضته في قلبي بشدة كبيرة. والمعنى العام لهذه الآيات، الله سبحانه وتعالى يقسم بالضحى والليل حينما يسكن ويشتد ظلامه أن الله سبحانه وتعالى لم يترك نبيه، فيقول له يا محمد إنني لم أبغضك ولم أكرهك ولم أودعك أو أتركك، وذلك بعد إبطاء الوحي عنك، يعني تأخر الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، فحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا وظن أن الله سبحانه وتعالى قد تركه وودعه وأبغضه.